فاللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كل هذه الأدعية أدعو وأرفع كف الضراعة، وكل طمع وكل رغبة وكل طموح وكل ثقة وظني في الله، فما ظنكم برب العالمين؟ أنه سيستجيب. اللهم إني أقسم عليك أن تستجيب لدعائي. اللهم أرزق كل سكان هذه الأرض الخير، اللهم أرزق وأخص سكان مصر 103 مليون، أرزقهم الخير ومتعهم بالصحة والعافية، واكفهم شر البلاء والوباء والغلاء. اللهم آمين. اللهم أنت القادر، ليس بكثير عليك أن تستجيب لدعائي هذا في هذا المشهد العظيم، في هذه اللحظة العظيمة. اللهم اشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض. اللهم أفرغ صبرا على كل من فقد عزيز لديه، اللهم أفرغ صبرا على كل من فقد عزيز لديه. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، واربط على قلوب أمهاتهم وآبائهم وأبنائهم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم إني أتعلق ببابك، اللهم إني أطرق بابك، اللهم لا تردني خائبا، اللهم احفظ بلادي، اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه ومن كل كاره، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه ومن كل كاره. اللهم اجعل بلادنا آمنة، غنية، سخية، مأمونة. اللهم افض علينا من الأمن والأمان والبركة والبركات والغفران والتسامح. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة. اللهم بحق كل هذه الأصوات التي تدعو، بحق كل هذه الأصوات التي ترتفع، احفظ بلادنا. اللهم احفظ بلادنا، وكما يقول سبحانه وتعالى: إني قد غفرت لكم، إني قد غفرت لكم. هذه مباهاة من رب العزة إلى أهل الأرض جميعا، فهذه بشرى، بشرى لنا، بشرى لكم، أن الله قد استجاب لدعائنا. اللهم كل من كان له حاجة وكل من حملني أمانة الدعاء، اللهم اقبل دعاءه، اللهم اقبل دعاء كل من حملني أمانة الدعاء، وكل من أحمل في قلبي له واجب، وكل من أحمل في قلبي له حق، وكل من في رغبتي له حق، اللهم اقبل دعاءهم جميعا. اللهم أشهدك أني قد تسامحت مع كل من أساء، وتسامحت مع كل من أخطأ. اللهم اسمح لنا، اللهم سامحنا، وأنت ربنا، أنت الخالق، أنت القادر، أنت القوي، أنت العزيز، أنت الغفار، أنت المتجبر، أنت القادر. اللهم أمين، اللهم أمين. وفي النهاية، إن كانت هناك دعوة مستجابة مدخرة، هذه الدعوة لابد أن تدخرها للحاكم. ومن هنا ومن هذا الصعيد أدعو بالتوفيق إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأقول له: إن الجزاء عند الله. كل ما تقوم به الآن وكل ما تفعله الآن وكل هذا الصبر وكل هذا العمل جزاؤه عند الله. أدعو بهذه الدعوة المدخرة في هذا الصعيد مخلصا متجردا أن يلهم الرئيس الصواب، ويلهم الرئيس الصبر، ويلهم الرئيس كل ما يؤدي إلى رفعة هذا الوطن في بنائه وبقائه. اللهم أمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، دمتم في أمان الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.